معنا على الهاتف الأستاذ محمد منير المتحدث باسم وزارة الثقافة. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك وكل السادة المشاهدين. كل سنة وحضرتك طيب. بمناسبة هذا اليوم العظيم الذي يبعث على الفخر لدى جميع المصريين، وإن شاء الله برضو كل سنة وحضرتك طيب وأيضا وزارة الثقافة بخير. إحنا بنتكلم النهاردة عن فتح الأوبرا المصرية أبوابها مجانا للجمهور احتفالا بذكرى 30 يونيو. ما هي أهم الفعاليات التي ستقام على إثر ذلك أو هذه المناسبة والتي يمكن أن يستفيد منها الناس يا فندم؟ في البداية كل سنة وكل الشعب المصري بخير وبسعادة وفي أفراح وفي أعياد وفي مصر وفي فخر وفي كرامة دائما يا رب، دائما مصر في الأعلى دائما يا رب. حابب بس أقول لحضرتك كمان، يعني خلينا نضيف على الكلام الجميل اللي حضرتك قلتيه، إن معالي الوزيرة الدكتورة إناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كانت في اجتماع مع كل قيادات وزارة الثقافة من يعني لحظات، وعايز أقول إن أصدرت تعليماتها بفتح جميع مسارح الدولة وجميع القطاعات والمتاحف ده سبق لبرنامج مصر كل يوم يا فندم، سبق لبرنامج مصر كل يوم فتح جميع الأماكن وليس فقط الأوبرا المصرية. وطبعا في حفل كبير هيقام في دار الأوبرا المصرية لمركز تنمية المواهب عشان نشوف الجيل الجديد اللي هيحمل راية الوطن في المستقبل القريب إن شاء الله. نعم. من شباب وأطفال حاملين راية التراث واللي هم حماة التراث المصري وحماة الموسيقى والعربية والهوية المصرية بالموسيقى والغنى ده في دار الأوبرا المصرية. ولكن مع ذلك إن شاء الله من صباح يوم 30 يونيو إن شاء الله يوم الخميس المقبل هيبقى كمان المتاحف كلها، متاحف وزارة الثقافة كلها هتكون مفتوحة بالمجان لكل الجمهور. المتاحف فقط أم هناك أماكن أخرى يا فندم؟ بالظبط يا فندم، لسه أقول لحضرتك إن لسه كمان الهيئة العامة لقصور الثقافة في كل أنحاء جمهورية مصر العربية على مستوى 27 محافظة هتبقى فيه احتفالات عظيمة في كل قصور الثقافة اللي موجودة في كل المحافظات. نعم. أيضا البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، مسرح البالوني، البيت الفني للمسرح، كل قطاعات وزارة الثقافة هتكون بتحتفل مع المصريين في هذا اليوم. إن شاء الله 100 مليون مصري يكونوا موجودين وبيحتفلوا بيوم عاد الفخر والعزة لمصر. وإن شاء الله يوم 30 يونيو يعني يبقى يوم مختلف في احتفالاته وفي كل حاجة إن شاء الله، ويتواكب مع مصر الجديدة اللي بيؤسس ليها وبدأت تظهر وتنور في العالم كله. نعم. يعني عايز أقول لحضرتك إن شاء الله يبقى يوم يعني فرح وعيد للمصريين كلهم مع وزارة الثقافة من خلال كل الفعاليات اللي هتقدم خلال هذا اليوم على مدار اليوم من صباح يوم الخميس وحتى مساء يوم الخميس. طيب يا فندم برضو عشان نعرف السادة المشاهدين، هل هناك برامج معينة سيتم يعني نشرها للجمهور في خطة معينة بحيث ان هو يقدر يتخير اين يذهب وما هي الاشياء التي يمكن يعني ان ينتقيها يا فندم؟ ما انا زي ما بقول لحضرتك هي ما اجمل ان احنا نرى الاحتفالات الوطنية، الأغاني الوطنية اللي هنشوفها مثلا في دار الأوبرا المصرية، دار الأوبرا بتفتح كل مسارحها بالمجان في اليوم ده، المتاحف القومية بتاعت يعني وزارة الثقافة، متحف محمود خليل، متحف النسيج، متحف الخزف، كل المتاحف دي هتكون مفتوحة بالمجان لكل الجمهور. أيضا البيت الفني للمسرح هيقدم مجموعة من العروض هتكون برضو مفتوحة مجانا للجمهور، بعض العروض المسرحية، بالإضافة إلى ذلك كمان هيكون قصور الثقافة في كل محافظات مصر، كل قصر ثقافة هيقدم برنامج احتفاليات وطني هيكون موجود. يعني خلينا نقول إن ده جزء من دعم روح الانتماء كمان للوطن بهذا اليوم العظيم اللي يجب ان يفتخر بيه كل المصريين. الحقيقه هو يوم عظيم وتوج هذا اليوم يعني بحفل رائع او حفلات رائعه تقيمها دار الاوبرا المصريه، وما احوجنا في هذا التوقيت لمثل هذا الفن الراقي الحقيقه يا فندم. طيب عايزين برضو نتكلم عن هل هناك بعض الاشتراطات او بعض الاجراءات التي يجب اتخاذها من اجل يعني التفاعل مع هذه الفعاليات او السماح للمواطنين بالدخول هذه الاماكن، لكن يعني فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية أو أي إجراءات أخرى؟ طبعا الإجراءات الاحترازية والقواعد اللي محطوطة طبعا لكل المسارح يجب أن احنا نكون حريصين عليها وأن احنا نكون
يعني ده طبعا ده حفاظا على صحه كمان المواطن المصري. احنا بيهمنا كل اللي بيتم ده وكل اللي بتعمله وزاره الثقافه. يمكن من ساعات معالي وزيره الثقافه لسه كانت بتعلن عن الفائزين بجوائز الدوله للمبدع الصغير اللي بتقام صحيح. برعايه كريمه من حرم سياده رئيس الجمهوريه. فعايز اقول لحضرتك يعني كل اللي بيتم ده بيتم من اجل المواطن المصري. فيهمنا في الاساس المواطن المصري نبقى حريصين على كل الاجراءات الاحترازيه زي ما احنا عاملينها في كل المسارح اللي موجوده في الدوله. نبقى حريصين على اجراءاتنا الاحترازيه، نبقى بنلتزم بالقواعد بتاعه الاماكن. انما هو يوم معمول لفرح المصريين، يوم معمول علشان مصر كلها تفرح، يوم معمول علشان كلنا نبقى فخورين ببلدنا وفخورين بالانجازات العظيمه اللي بتحصل في بلدنا. ولما نلاقي ده كمان بيحصل في المحافظات نبقى سعداء ان ده بيحصل مع مشروع القرن العظيم اللي مصر بتقوده اللي هو مشروع حياه كريمه. فلما تلاقي الحياه الكريمه دي في الـ في الـ في الـ في, الـ في كل نواحي الحياه ومعاهم بناء الانسان المصري بالثقافة وبالفن الجاد الهادف اللي بيرتقي بالوجدان وبتنشري وعي وبتنشري فن راقي. أعتقد أن دي أجمل احتفال نقدر نحتفل بيه مع المصريين في يوم عظيم زي يوم 30 يونيو. شكرا جزيلا الأستاذ محمد منير المتحدث باسم وزارة الثقافة، أشكرك يا فندم جزيل الشكر. الحياة هي مناسبة رائعة وإحنا بنحتفل كلنا بهذا يعني أو هذه المناسبة وهذا اليوم العظيم. الحقيقة يوم فارق في تاريخ الجمهورية المصرية.